السلام عليكم إخوان، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. تحياتي واحتراماتي للجميع. معكم مراد معرف، واحد الفيديو آخر، واحد الأطروحة أخرى، واحد الإشكالية أخرى في الهواية كنطرحها للنقاش على عامة الموالي اللي كيهتموا بتغريد الحسون فقط، لأن بحكم أن الحسون طائر بري، طائر خلوي كيعيش في الطبيعة، فهذا لا يعني ما نقولوا للطيور المغردة الأخرى المدجنة ولا اللي كتولد في الأقفاص كالكناري وطيور أخرى. هذه الإشكالية الإخوان هي إشكالية طائر الفينو. كتعرفوا بأن الهاجس ديال أي مولوع الآن منذ سنوات أنه كيقلب على الطائر الفينو. الطائر الفينو بين قوسين فهو الطائر اللي خالي من العيوب، خالي من الأخطاء، خالي من العيوب والأخطاء اللي كاينه في لوائح التحكيم ديال تغريد الحسون، سواء في اسبانيا ولا في المغرب ولا اي بلد. بمعنى انه انسان بغى يدرك واحد الطائر فينو ما خصوش يكونوا فيه هذوك الاخطاء اللي كاينين في لافيش ديال التحكيم. وهذه المساله يا الخوت كطرح لي واحد الاشكال اطار كنبحثوا حنا في الولاعه وكنبقاو شويه ماشي هي فلسفه، هي واحد النطاق فلسفي في الولاعه، ولكن ربما يكون عنده واحد المترتبات جميله على الهوايه وان تمرح المولوع. غتفهموني الطرح ديالي كيفاش داير. فمثلا في الطبيعه كنعرفوا بانه في الطبيعه ما كاينش شي طائر حسون اللي هو فينو نهائيا البتة. القضيه الاخوه اللي خارج الطبيعه وكيسمعوا الطيور في الطبيعه ابار المرحله ديال الصولان اللي الطائر كيبدا يضرب غير لي زابيل كيما نقولوا لي زابيل طاطا ويبدا لاثاره الانثى وهذا باش يعشاش وباش يتزاوج، فالريبرتوار ديالو غالبا ما كيكونوا فيه اخطاء، وهذه طبيعه ديال الله سبحانه وتعالى في الكون ديالو، فالكمال لله. فحتى بنادم ما كاينش شي بنادم اللي هو كامل، وكذلك جميع الكائنات الحيه. وبالتالي هنا عندي واحد الاشكال، هذا الاشكال ماشي غنلوم فيه، ولكن غادي نحطو على المحك الناس اللي داروا قوانين التغريد منذ سنوات. ما كنعرفوا بان اول قانون التغريد كان في الاسبانيين هما اللي داروه، كانت على عباره عن وثيقه اللي هي مانيسكريت يعني مكتوبه باليد في غرناطه في 1830. فهاد الشخص اللي بدا اللي سن هاد المساله ديال القانون التغريد والاخطاء والايجابيات، فهو حط واحد لو موديل ديال واحد لافيش ديال التحكيم اللي على حسب المنظور البشري ما بغيناش نسمعوا واحد النوع اخطاء في طائر الحسون. وهنا بديت كنتسائل واش هاد المنهجيه واش هي صحيحه وخطا، بمعنى انه من الاول فاش تحط الكوديغو فهو لزم علينا انه هاد المسائل ما خصهاش تكون في الحسون. وهاد المساله كتبان لي غير منطقيه مخالفه لما يقع في الطبيعه، وهنا كتوضع الاشكاليه انه ما كاينش طائر فين راه واخا تخدم واخا ما عرفتش شنو دير ما عمر كتكسب طائر فين. هناك بعض الحالات ديال الطيور ما نقولش فين، ولكن اللي ما كتضربش العيب ديما بزاف، وغالبا الطابع اللي كيغلب على الطيور هي انها كتكون طيور عندها واحد لو ريبيرتوار اللي هو قصير، اما في الطبيعه فهذا لا يمكن. وبالتالي انا كنطرح هذا حوار بالنسبه للاخوان اللي كيحاولوا شويه يخرجوا من ديك النمطيه ديال الهوايه، وهذا نبداو يبحثوا في الهوايه ديالهم ونتفقوا في الهوايه ديالنا، نحاولوا نشكلوا واحد الفئه من الناس اللي كتبحث في التغريد وباغا تفهم علميا وتجريبيا وما يقع في الطبيعه، وهذا باش بالرقي لهاد الهوايه هادي. دونك ما كاينش طائر فين في الطبيعه، والكوديغوات ولا قوانين التحكيم اللي تسنات منذ سنين وسنين كتلزم علينا واحد لو موديل ديال واحد الطائر هكا خصو كيفاش يغرل. اذا الطرح في الاول من الاول مغلوط شويه، غتكونوا مفاهمين معايا انا علاش طرحت هذه القضيه، باش الاخوان الموالي وخاصه الشباب اللي الله يدخلوا هذه الهوايه يتمرحوا شويه يتكالموا. فهو كيدخل خصو، انا راه كنشوف شي فيديوهات في اليوتيوب الناس كيعطيو بعض النصائح لكسب طائر فينو، وهذا غلط كبير. راه ما تلقاش شي مولوع اللي هو متمرس كيعطيك الوصفه باش توصل طائر فينو، لان يستحيل توصل طائر فينو. اخوان حاولوا تمرحوا في الهوايه ديالكم، ما تخافوش من العيب،
العيب وارد، المهم هو يكون عندك طائر ممتاز، طائر عنده ريبيرتوار اللي هو غني متنوع، ريبيرتوار كبير، عنده واحد لا ميلودي في الاداء ديالو، عنده واحد الابداع في الاداء ديالو. هذا هو اللي مهم، راه ماشي مهم يكون عندك طائر فين. هذه اشاره، هذا فيديو طرحته كالطرح الاخير السابق ديال الخرافه في الولاعه، فالموضوع السابق راه هو باقي مفتوح، غادي ندير فيه واحد فيديو اخر فيه شويه ديال التدقيق في مسائل ديال الخرافه في هوايه ديال التاريخ الحسن، وخاصه في المغرب. نتمنى انه هذا الموضوع يفتح الشهيه ديالكم للحوار، وخاصه انني بهذا الفيديو هذا بغيت نحيد الضغط على الموالي، وخاصه الشباب. ما يجيش شي واحد ويقول لك راه خاصك يكون عندك طائر فينو باش تشارك في المباريات، مادام ان في لافيش في التحكيم في المباريات كاين اخطاء، فلا عندك طائر في اخطاء راه ما كاينش مشكل، يتحط وغادي تكون وغادي يتحكم بالاخطاء ديالو بالايجابيات ديالو. المهم هو ان الايجابيات تكون اكثر من السلبيات، لان هذا الهاجس ديال الطائر فينو وغتكونوا متفقين بيا راه كيشكل لنا واحد المشكل كبير في الهوايه، يشكل مشكل كبير في الهوايه الا حيدنا الضغط ديال الطائر فينو. ما نسماش خرافه، هو ضغط ديال الطائر فينو في الهوايه، راه غادي ربما غادي الهوايه غادي تمشي واحد المنحى اخر، خاصه بالنسبه للاخوان الشباب اللي راه دخلوا الهوايه. فتحياتي واحترامات للجميع، نتمنى يكون هناك تفاعل مع هذا الموضوع على غرار التفاعل اللي كنشكركم عليه على بما يخص الخرافات المتداوله في تغريد طائل الحسون. فتحياتي واحترامات للجميع، السلام عليكم.